هيا اغسلي كل شيء هنا بسهولة. كما رائع أن أكون هارلي. الآن سوف يحصل الجميع على المشاكل. واو يا للدهشة. هيا دعنا نأخذ كل ما هنا بسرعة. ها الليلة هي أكبر عملية سرقة. توقف، أنا فقط أستطيع السرقة في متجر هذه المدينة. هارلي هيا نهرب، سوف نحصل على مشاكل كبيرة. نعم اهربا بسرعة، هذه أموالنا، واضح؟ حسنا لقد انتهت مهمتكم. لا توقفي. لا لحظة، فليتوقف الجميع، أنتم رهن الاعتقال. لنهرب من الباب الخلفي. هارلي امسكوا بنا. أعطني بالقط، سوف أصلح كل شيء. إيه أنتم للسطان. لا لا لا، ما عندنا علاقة بذلك. مرحبا، تعال إلى هنا، الآن سوف أتعامل معك أيها الشرطي. مساعدة مساعدة، بحاجة للدعم. أنت لا تعرف مع من تتعامل أيها الشرطي السخيف. لقد قلت لك، لماذا تجد المشاكل؟ أنا مشكلة وأنا أعرف ذلك. لماذا أخذوني معهم؟ كنت أجلس في المنزل وأتناول طعاما لذيذا. مياو 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 مياو. أنا فعلا أردت أن أخذ القط إلى الطبيب البيطري، والآن علينا أن نجلس هنا. سأفجر مركز الشرطة الآن. أنتما الاثنتان اسمعاني جيدا، ستعاقبان اليوم. سيد شرطي، ولكن لم نفعل شيئا، ليس لدي أي علاقة على الإطلاق. إيه أنتِ، أزيلي قدميك عن طاولتي. أوه، وماذا رفعت هذا؟ أنتما الاثنان أردتما سرقة المتجر، وأخذتما مال المسكين، وكسرتما نافذة محل المجوهرات. لكننا لم نفعل ذلك. حسناً صحيح، ليس نحن ولكن أنا. حسناً، لنذهب، نحن بحاجة لالتقاط الصور. واو، سأحصل على صورة جديدة للإنستغرام. أولا. إذن التقط صورة لي من الجانب الأخضر. سأخذ الصور وستشجعني لعشر سنوات. اسكت يا هارلي، كل هذه المشاكل بسببك. أوه نعم، هذا ما أحب. مشينا بهدوء، لكن لا، كان يجب أن نأتي إلى هنا. إذا لم أتمكن من نشر هذه الصورة على الإنستغرام فسيتم طردك. التالية. السيد شرطي، ألست سمينة؟ لا تتحدثي، كل شيء واضح. هيا هيا، صورة جميلة لصديقتي. سأصور شريككما القط كذلك. مياو مياو، ما هذه؟ هذه الصورة ستدمر حياتي المهنية كلها. الآن سنمنع المستندات ونرسلكما إلى فترة الإصلاح. شكرا لك هارلي. أنت تزعجينني الآن، لماذا نبث الزهرة في وقت مبكر؟ ماذا؟ أنت يعني ذكية جدا، لا أريد أن أنظف الشوارع. انظري هنا وتعلمي. حسنا هذا كل شيء. هيا بنا. يا إلهي إنهما مجنونتان غبيتان، لقد نسياني هنا، هذا غير طبيعي. مرحبا. إذا جوين، هل وضعت رهاناتك؟ لماذا أراهن؟ أنا أعلم بالفعل أن دوني سيقبلني. انتظري قليلا، إنه ليس صديقك. إنها مسألة دقيقة واحدة. دقيقة، هذا ليس هو الموضوع. هل تتذكرين أن الفتاة الجديدة قادمة اليوم؟ نعم أتذكر، أتساءل كيف سيكون شكلها. آمل ألا تكون أم ذكية. تخيلي تأتي فتاة رائعة. حسنا، أنت تعلمين أنه ليس هنا أحد أفضل منا. ما رأيك بأحمر الشفاه الجديد؟ كالعادة رائعة جدا. لا أطيق الانتظار، سيكون أمرا رائعا. وأنت تعرفي صديقتي، أتمنى نفس الشيء. كم أنا محظوظة بوجودك، عندك عيب واحد فقط. ما هو العيب؟ أنت تشخرين بصوت عال في الليل. هيا بينا.
لا أعرف كيف وافقته، يمكن أن نذهب إلى السجن. إما أرجوك، ليس عليك المشي ذهابا وإيابا. أشعر بالتوتر، يجب أن أكون أنا متوترة. بعد كل شيء أنا ذاهبة إلى مدرسة جديدة. ثم تذهبين إلى السجن بالتأكيد. ألا تريدين أن تتنكرين؟ هل أبدو حمقاء؟ كيف أقول هذا؟ أقل ما يمكن وصفه. أنا كما أنا، لن أتغير. لقد قلت لك لا تلتقي مع الجوكر، وأنت ماذا قلتي لي؟ أما لا تفهم الجوكر في الماضي، هل هذا واضح؟ دقيقة. نعم بالطبع. وأين قطك؟ أعتقد أنه في البيت. مياو مياو. حسناً دعني أخرج، سوف أجد عائلة جديدة، وهي لن تنساني في الشرطة. مياو مياو. هارلي ما زلت أقلق عليك، أنت لست مثل أي شخص آخر. أنا أفعل ذلك عن قصد، الناس مثلي لم يعودوا موجودين. بنات تعالوا بسرعة إلى المطبخ لتناول الطعام. أمك تنادين، أحب جدا فطائرها. أعتقد أنك أتيت إلى منزلي من أجل الطعام. هذا صحيح. أمزح معك، هيا بنا نأكل. مدام كريستي أحب جدا عندما تطبخين. أرأيت هارلي؟ إيه ما يعجبها؟ ولا أطيق انتظار كلمة طيبة منك. أمي حسنا لا تبدأي الآن، أنت تسدين شهيتي. أتمنى ألا يطردوك من هذه المدرسة. طرد من المدرسة؟ لا يهمني إطلاقا. هارلي هذه آخر مدرسة متبقية في مدينتنا. مدام كريستي وربما التعليم من المنزل حل جيد. ماذا؟ سوف تصبح غبية وتنام طوال اليوم. لماذا أنام؟ أود تدمير المنازل المجاورة. وبشكل عام يا أمي، لماذا تشعرين بالتوتر؟ هل تودين أن أذكرك بما حدث لمعلميك السابقين؟ يا له، وماذا حدث؟ لقد أسقطت هذا المعلم، قررت أن تسخر منه، ثم سرعان ما أخذته سيارة الإسعاف. شيء غريب بالفعل. مشكلة كبيرة. هاري سأحضرك للمرة الأخيرة. لا تحرجيني، أنا ما أنا ماما. هذه ليست مشكلة، ما أنا مثل فرد من عائلتكم. هذا صحيح. وعلى فكرة إذا تطبخين شيء لذيذ قريبا ممكن تتصل بي. هذا كل شيء، هذا يكفي. الآن استعدا للمدرسة. أيها التلاميذ، الآن عندنا طالبة جديدة، تصرفوا جيدا. حسنا آنسة دانييل، لا نسكب الغراء على الطاولة. طاولتك. زاك، كلمة أخرى. وأنت ماذا؟ سأحصل على علامة سيئة كالعادة. حسنا هذا كل شيء. مرحبا، أنا تلميذة جديدة. لقد أخطأت في العنوان. عندنا هنا مدرسة وليست مسرحية. كلمة أخرى وسوف تجدين نفسك مفقودة. هارلي هل أنت طالبتنا الجديدة؟ أوه لقد جئت إلى هنا للدراسة. لماذا تبدين غريبة جدا؟ لا أظن ذلك، أنت هي الغريبة. حسنا أردت أن أقول، لكن بشكل عام. حسنا أين سأجلس؟ اجلسي وراء وابتعدي عني. بالضبط ومني، لأنه من الواضح أنك مجنونة إلى حد ما. أتمنى ألا يكون ماضيا. مرحبا، هيا هيا أخرج من هنا، أريد هذه الطاولة. أوكي لا مشكلة، تفضلي. وهكذا وافقت بسهولة؟ هذا كل شيء؟ إذن لن أضطر حتى لضربك بالمضرب؟ فلنبدأ الدرس يا أيها التلاميذ. حسناً، ربما سأذهب أولاً إلى الممرضة. قلبي. نعم، معلمتكم قوية بالتأكيد. هرب المدرسون الآخرون على الفور من الفصل عندما أتيت. لقد رأيتك في مكان من قبل. في أحلامك الرهيبة. بوو. كلاوي إلى أن أنت ذاهبة. لقد نمت كثيرا، كنت أتسكع طوال الليل، لا يمكنني الاستيقاظ للدرس. لقد فاتك الكثير، هذا جنون. حقا؟ ماذا هناك؟ ودفعها بعيدا. ليس مضحكا. لدينا فتاة جديدة مجنونة، إنها مخيفة نوعا ما.
نعم، قلت ذلك عن الجدد في المدرسة وحتى عني. لقد جاءت إلى الفصل بمضرب ولباس غير لائق. أيوة صح، وأيضا هددتنا. باختصار النكتة فشلت. أنت تقولين ذلك عن قصد لأنني لم أحضر الدرس الأول. هل هذا يعني أنني سأتناول الغداء هنا؟ من هذه؟ أنا خائفة. هذه هي الفتاة الجديدة المجنونة. والآن تصدقين، لم نكذب عليك. توقفي، من ماذا نخاف؟ عليك أن تظهري من هو المسؤول. بالضبط، أيتها تعالي إلى هنا. انتبهي جيدا، تكلمي هكذا مع صديقاتك الدجاجات وليس معي، فهمتي؟ هل فهمتي؟ حسنا يا فتاة، كلمة أخرى ولن تكوني هنا. كيف تجرؤين على التحدث معي هكذا؟ تعالي لهنا. ظننت أنك أخفتيني. هيا نهرب بسرعة. لقد كان الأمر سهلا للغاية، لكن الآن أتناول الغداء. زاك، فلنتناول على الأقل الغداء في الاستراحة. أنا سأقدم لك عرضاً الآن وأنت تفكر في الأكل. أي عرض هذا؟ سترى. إيه أنت، أيتها السخيفة، ماذا تريد؟ أخبريني، هل كان لديك صديق من قبل؟ لا. زاك، توقف عن هذا لنرحل. انتظر. يا حلوة، هل تريدين أن أكون صديقك؟ أنت جميلة. أنا؟ هذه حقيقة؟ بالطبع، إن رغبتي يمكنني تقبيلك. نعم، هيا، أنا معجبة بك أيضا. اسمعوا، تريد تقبيلي، المهووسة وقعت في حبي. يا لك من غبي. الآن سيضحك الجميع عندما أنشر هذا الفيديو. لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة. هارلي، ماذا فعلت؟ حصلت على هذا الهاتف الأسبوع الماضي. لقد حصلت على مضرب جديد للأسبوع الماضي وسأختبره عليك. حسنا، نراك لاحقا. أيها السخيف. هارلي، أنت منقذتي، هل نصبح صديقتين؟ ماذا؟ أتمنى أن تكون هذه مسحة. مذهل، كم هي رائعة، بالتأكيد سوف نصبح صديقتين. إذن صديقاتي، نحن بحاجة إلى خطة. هذا الوحش لا يمكن له أن يكون في صفنا. نعم، هل أحط أيضا أن لدوني مخيف؟ وحش حقيقي. حسنا، أمزح. إذن عندي فكرة، لنجد شيئا عن ماضي هارلي. أين الكمبيوتر؟ عطيني. لا أفهم، لماذا تم فتح صفحتي دون على انستغرامك؟ نعم، صفحته مفتوحة لأنني أراقبها. تخيلي عندما تقوم فتاة جديدة بالاشتراك فيها حتى أتمكن من أخبارك عنها على الفور. حقا؟ ممتاز، أنت رائعة، شكرا لك. العفو. انظروا، تم طردها من كل المدارس. واو، حتى أنها كانت مطلوبة. أعتقد أننا نتعامل مع مجرم خطير. انظري، تم طردها من جميع المدارس. تخيلوا إذا جاءت في الليل لغرفتنا وفعلت شيئا لنا. إذن سنقضي ليلة رائعة، أنت فعلا على حق. أنا سأبقى بجانب دوني. توقفي عن التفكير في الأولاد، يجب أن يتم طردها، علينا أن نجد خطة. صحيح، سنقوم بحفل هذه الليلة وستكون الحفلة الأخيرة لها. هيا خبريني، كيف الأحوال في المدرسة؟ باختصار، هذه المدرسة أروع وأفضل من كل المدارس الأخرى. فعلت هذا بسبب عدم طردك من اليوم الأول؟ حقا؟ هي كبيرة جدا، أستطيع التجول في كل مكان. ما رأيك أنتقل إلى هذه المدرسة؟ لا داعي، سوف تعلمينني ماذا أفعل؟
من هناك؟ ماذا حدث؟ جوكر! إيما! يا إلهي بدأ، لكن لا تجاوبي. هل يمكنني الإجابة؟ فجأة حدث شيء مهم هناك ويريد شيئا. كنت أعلم هذا سيحدث، انتظر علي قليلا. لماذا تمسكين هذه الصورة؟ هناك طبيبة نفسية في المستقبل، أقترح عليك ضربه بمضرب. لن أفعل ذلك. إذا لا تفعلين ذلك أنا سأضربك. أضربي بقوة. إنه لا يعمل. هيا بقوة أكثر، تذكري كم هو جرحك. خذ هذا وهذا وهذا، خذ هذا. هارلي، ماذا فعلت؟ الآن الأمر أسهل بكثير بالنسبة لي. بالمناسبة الدوام الثاني في المدرسة، أنا ذاهبة. هل علي تنظيم كل شيء؟ لا. مرحبا، ماذا تفعل يا هذا؟ لمن هذا الصندوق؟ ليس من شأنك، أريد أن أقدم هدية لشخص ما. ها، ولماذا مكتوب اسم هارلي؟ تراجع، أولى دوني. كيف يمكنك أن تقع في حب هذا المسخ؟ أنت لا تفهم، أنا من محبي هارلي وأنا أتابعها منذ عام. هل أصبت في رأسك أو شيء من هذا القبيل؟ لا تتحدث بلا منطق، أعطني الصندوق. زاك، قنبلة، هل جننت؟ لا، ليست حقيقية. أوف، أنا كنت ألقي نظرة على هذا. عقلك أيضا ليس حقيقيا أيها المجنون. ومن يتحدث؟ أهديها مطرقة أيضا لتجعلها أسعد. ها هي ذي، نسيت فقط أن أضعها في الصندوق. نعم. هارلي ستكون سعيدة للغاية. أكره الدروس، وأنا أيضا. سيكون من الأفضل مشاهدة البرامج التلفزيونية في المنزل. ولكن لحظة، أين هديتك الرائعة؟ سأعطيها لها عندما أريد. دوني، هل تتذكر أنك سألتني في مواد أمس؟ هل تمزحين؟ لن أفعل هذا أبدا. توقف عن الضحك. أوه، انظروا من هنا. يا رفاق، يا له من يوم جميل، ولذلك سنجري اختبارا. لنبدأ وبسرعة. هارلي، من سمح لك باستخدام هاتفك في الفصل؟ يمكنني أن أفعل كل شيء. لقد تم حجز هاتفك. هارلي، أنت تفسدين الدرس. يا إلهي، لقد سئمت منك أيتها المعلمة. يا أصدقاء، هل تريدون إجابة الاختبار؟ خذوا هيا. على الأقل تفعل شيئا مفيدا. أنت رائعة جدا. وسأخذ هاتفي، هل هذا واضح؟ لا 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 لا. أوه هارلي، أنت هنا أيضا؟ أين يجب أن أكون؟ بجانبي. دوني، لماذا تتواصل معي بصفة عادية؟ أنت لا تهرب ولا تخاف. لأنك رائعة وأنا حقا معجب بك. أتشو، آسفة. جميل، كل المخاط قد طار بالفعل في الطعام. ماذا يجب أن أعطيك؟ ما هذا السؤال؟ ها هو غذاؤك. ما هذا؟ هل هذا كل شيء؟ أقترح أن تفكري مرة أخرى. لا تجرؤي على أعطائي مثل هذا الهراء. جيد، حسناً. هذا ما تحتاجه. دوني، كل الطعام على حساب هذه الطباخة. لكني
هل ما زلت تتحدثين؟ بالتأكيد، بالتأكيد لا، كل ذلك على حسابي، شهية طيبة. كل هذا خزانة رائعة، هل هي مقفلة؟ هل تدمر ممتلكات المدرسة؟ أنتما فقط كنتما في عدد المفقودين هنا. لماذا أتيت إلى فصلنا؟ حقا لديك مشاكل في رأسك، أنصحك ألا تفتحي فمك بقربي. ماذا يمكنك فعله؟ أنت فقط تخيفيننا بمظهرك الرهيب. ماذا يمكنني أن أفعل؟ هذا كل شيء، كانت سهلة جدا، سيعرفون كيف يتعاملون مع هارلي. ساعدونا، نحن محبوستان. هارلي. ها؟ لماذا تصرخ هكذا؟ هارلي، أتريدين الذهاب للسينما؟ إلى السينما؟ هل تمزح؟ ما الخطب في ذلك؟ هل أنت جاد؟ آخر مرة ذهبت فيها إلى السينما قبل عام وطردت من السينما. مذهل، ما رأيك؟ هل أشتري تذاكر؟ هل ستدفع سعرها؟ أنا دائما أذهب مجانا. أنت طريفة هارلي، لدي هدية لك. ما هذه؟ قنبلة؟ نعم، اعتقدت أنها ستعجبك. هذه القنبلة من المجموعة الأخيرة، لا أحد يستخدم نفس الشيء. يا للخسارة. دوني، أنا أبحث عنك في جميع أنحاء المدرسة. ما هذه الهدية؟ لي؟ لا، شكرا. هذا ليس لك، أعيديها. لا، ليست لي. ساعدوني. تعبت من جوين هذا. من يقف هنا؟ حسناً، هل تريدين أن أضعك في الخزانة مرة أخرى؟ هناك ثلاثة فتيات، لن تنجحي يا عزيزتي. لقد وصلنا لنتصالح. هل أصبت على رأسك؟ حسناً صحيح، وقرنا دعوتك إلى الحفلة. هل أنتما متأكدتان؟ نحن أذكى منك ولا نريد القتال. وندعك إلى حفلة تنكرية. حسناً، أنا مثير للاهتمام. ما هي الأزياء التي سترتدينها؟ سأكون في بدلة الدجاجة. أنت تشبهينها. ليس مضحك. ليس مضحكاً، سأرتدي بدلة الأرنب. لن تفكر ماري في ذلك بعد. حسناً، سوف آتي، لكن من الأفضل ألا تغضبانني، مفهوم؟ أي شحنوني، نراك في الحفلة. سنعلمك درساً. حسناً صديقتي، لماذا اتصلت؟ باختصار، لقد دعيت إلى حفلة مدرسية. هل هذه حقيقة؟ هل فقدوا عقولهم هنا؟ لا أصدق ذلك، هناك المزيد من البدلات. هارلي، خذيني معك. نعم، وماذا أيضاً؟ هارلي، لكنني أفضل صديقة عندك وأتحملك لمدة 10 سنوات. خذيني. حسناً، عندها فقط نحتاج إلى معرفة الملابس التي سنرتديها. بسهولة؟ لا، أبدو سخيفة. رائع، يناسبنا، سيكون عندنا أروع بدلات. لا أعرف، لا يبدو جيداً. أنت لا تفهمي شيئاً وأنا أعرف الموضة. في الموضة يوجد بدلات فظيعة. أنا سعيدة جداً، وأخيراً سأذهب إلى الحفلة. فقط اتبهي حتى لا يغمى عليك. إذا تأخرنا سوف نحصل على مشاكل. لدينا بدلات رائعة والجميع يشعرون بالغيرة ولن يلاحظوا أننا تأخرنا. هارلي، إيما، هل هربتما من مستشفى المجانين؟ ولماذا؟ أزياؤكم غريبة، واحدة ترتدي زي الضفدع والثانية ترتدي زي القرد. مدام، لا تقلقي، نحن ذاهبون إلى الحفلة. فهمت الآن، هناك بالفعل حفلات في مستشفى الأمراض النفسية، يجب أن تكونوا في المنزل في العاشرة. العاشرة صباحا؟ هارلي، لا تغضبيني. مدام، لا تقلقي، سنكون في المنزل في الساعة 10. انتبهوا. ما
مرحبا. أوه، هل هذا معجبي؟ يا له، هذا لطيف ورائع جدا. أنا ابتعدي. هارلي، جئت لأراك. ما خطب هذه الأزياء؟ يا إلهي، ليس معجب به. أتت الفتيات معنا للحفلة وأخبرتنا أن نرتدي هذه البدلات. هيا بدلاتنا. ماذا؟ هارلي، لا بدلات، لقد تم خداعك. لقد أسأت فهمي. لقد خدعوكما ليسخروا منكما في النهاية. دوني، لا تبدأ. انظرا، لقد أرسلوا لي رسالة ومكتوب فيها أن أحضر ملابسا عادية. كذبوا علينا؟ أين هؤلاء الحمقوات سارهن الآن؟ إيفا، لقد خدعنا، علينا الانتقام، سأنتقم منهما. اسمعا، أنا معكما. ماذا؟ يوهو، حفلة. ممتع، وأين هذه الغبية؟ ربما لن تأتي. من يهتم بمكانها؟ لكني أتساءل أين دوني؟ يوهو. مرحبا. لم أعتقد أنها سيكون مضحكا جدا. ما هذا الذي تلبسونه؟ دوني، لماذا أنت في هذه البدلة؟ قررت دعم هارلي. أردتم أن تضحكوا عليها؟ لذا اضحكوا علينا جميعا. وما هذه السعدين؟ لحكمك، أنا صديقة هارلي، ولا تغضبيني. أنا لا أستطيع. لماذا ارتديت هذه البدلة؟ فهي لا تناسبك. مفهوم؟ هارلي، انتظري. ماذا فعلتي؟ تراجعي، لا تلمسيني مجددا. هارلي، ماذا حدث؟ هل أنت زعلانة لأنهم سخروا منك؟ لا، في هذه الحالة ماذا حدث؟ أنت لم تبكي. توقفي، لا تقولي إنه هارلي. انت عدوني. أنا عندي مكوات. دوني، لا تكن غبي. هارلي، لما هربتي؟ هيا ابتعد بعيدا. أنا لم أقبل أحدا، أنا أحبك هارلي، أتسمعين؟ لا أصدق ذلك. لقد وقعت في حبك من النظرة الأولى. لا يمكنك ذلك، لأنني هارلي، أنا عصبية ومجنونة. أنا أعتقد أنك طيبة. لن أكون هكذا أبدا. هل يمكننا تجربة شيء؟ لا أعرف ماذا تقصد. تعالي اكسري كل شيء هنا. جميل، كم هو رائع أن أكون هارلي. نعم، الآن سوف نقع في المشاكل. فعلا فكرة رائعة، نرتدي فستان هذه الهبلة. هاي صديقات، هل ترون ما أراه؟ هارلي، هل أصبت بالحول أم أصبت بالحمى؟ هل أنت طبيعية الآن؟ وأنا لست مثل هارلي التي كانت من قبل. كيف حدث ذلك؟ دوني، أنت صديقي. يا للغبية. وبالمناسبة، هذه الأزياء تناسبكم حقا. هاي، أنا أبحث عن هذه الفتاة. واحدة منهن؟ يا للمفاجأة، أنتم عصابة، لا تتحركن، أنتن رهن الاعتقال. لا لا لا، لقد أسأت فهمي. هدوء، الأيدي للأعلى وتقدم. ليس نحن، هذا ليس خطأنا. حسنا، ربما. يا له من فيلم.